محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش. وحدة تزعل من وحدة، ترضى بكلمة معلش. خربوا عمري وسنيني حريم هالشاوي. قصص وعلقانة بهالدني، نبكي سنة منضحك سنة، واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا. كل مين همه على قده، هيدا بده هيدا ما بده، هيدا مصلحته وعنده بالصحوة والأحلام. محتار كيف بعيش، بيضل هالياسمين ما بينا. هيدا ملبك ومهموم، وهيدا عاشق ومغروب، هيدا كل يوم بيوم بيألف كلام. قصص وعلقانة بهالدنيا، نبكي سنة منضحك سنة، واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا. من عيش عغدر ووفا، مع نور ضوى وانطفى، ما حدا من همه اكتفى والخير لقدام. محتار كيف بعيش، ومين اللي سكرها؟ ما بعرف، قال هيك أوامر الباشا. الباشا بذات نفسه أمر بتسكيرها؟ هيك قال لي فهيم، شو بيعرفني؟ طيب رايح شوف رئيس الكركون شو القصة. اشي معك يا أبي؟ لا، خد العدة وروح مع أهلك. يلا ماشي. يلا حي الباشا يا رب. قلت شي يا مو؟ لا يا مو، يا مو تكل تكل. يلا امشوا تكل على الله. يلا يلا. أنا بس بدي أعرف شو سويت حتى تسكر لي الدكان. أنا ما دخلني، أنا بدك تروح تسأله. قلو ما قلت لك يا أبو شكور ما في شجرة بتطول بتوصل للسماء؟ شو قصدك؟ قصدي قلت ومعنك بني آدم، بدي فهمك أنه جناب الباشا حسبي أنه جناحاتك طوله وحابب أصص لك يا هو. هلا هذا اللي طلع معك شعويش فكري. شعويش شعويش قلو بتقلو حضرة جناب الشعويش فكري. والله يا سيدي الظاهر أبو شكور نسي طعم فلقاتي. وكل الله وكل الله شاويش فكري، انا فين وانت فين؟ ما بكفي سكر لي الدكان ووقفني. لك يا اخي روح اساله له، روح اطلب منه له، نحن عم ننفذ الاوامر. رايح شوف ليش سكر لي الدكان حبل جنابه عشان خير. لا الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا فارس، تفضل تفضل فوق. أول سريعة فارس، أهلين أخي. أهلين. خير عمي أبو فارس؟ من وين بدي يجيني الخير وعندي أخ بده ياكل حق عينك وده عينك؟ لا أخي أبو فارس، مو حلو هذا الكلام بنوب.
دوزن كلامها. أنا يا فارس؟ أنا شو سويت لك؟ حضرة اليوز باشي، أنا بعرف إنه أخي عمك أبو مرتك، بس لكن نحن هلأ هون بالكراكون ولازم حضرتك توقف مع الحق. مزبوط؟ مزبوط. هات لشوف، احكي عم اسمع. البيت اللي ساكنه أخي. شو بالبيت؟ البيت هذا من حقي. بس هذا البيت ورثة من أبونا، تركنا يا نحن الاثنين. مزبوط، هذا يعتبر ورثة عن المرحوم يا أبو فارس. وكل الله حضرة اليوز باشي، أنا قلت لك لازم توقف مع الحق. أخي بالمختصر، أنت بتعرف أنه أبوك كاتب بالوصية أنك ما بترد شي نهائياً لبين ما يجيك صبي. مزبوط يا زهدي، وبطمنك رح يجيني الصبي. أي سيدي، ليجيك الصبي بفرجها الله. أنا صرت مطول بالي عليك مرتين أخي، بصراحة أنا جاييني سعر حلو كتير بالبيت وبدي بيع. في شي كلامي حضرت اليوز باشي؟ بس أنا بعرف أنه عمي فكري قاعد بحصته وعم يدفع لك الأجرة كمان. مزبوط صهري، مزبوط. يا سيدي وأنا ما بدي هالأجرة، اندفع لي 40 ذهبة بنص حق البيت، يعني البيت كله حقه 80 ذهبة. شو شو شو؟ 80 شو؟ 80 ذهبة. معقول هالحكي 80 ذهبة؟ يا هدول بيشتروا نص بيوت الحرب فارس شباب. ومين هالحمار يلي دفع لك هذا المبلغ؟ المختار شحه، روح اسأله بنفسك. شو المطلوب أخي؟ يا بتدفع لي 40 ذهبة حق النص الثاني من البيت، يا وإلا بدفع لك أنا 20 ذهبة بتفضي لي البيت. وغير هيك ما عندك شيء؟ غير هيك ما عندي حكي. أنا عم مطالب بحقي، ولما بيصير عندك صبي ساعتها بتاخد حقك وعلى دوز بارة ومن هالشوارب هدول. عم بحكي غلط شيء أنا حضرة اليوز باشي؟ الله يسامحك يا أخي يا فارس، منين طلعت لي بهالشغلة هلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بعد أمرك يا عمي أبو نجلي، أنا نويت رجع رئيفي لعصبتي. إيه شو علي يا باشا؟ رئيفي بتضل؟ أنا ما بدي أرجع. شلون؟ ما بدك ترجعي؟ لا. شو عم تقولي ولي؟ من بعد إذنك يا أبي، زوجتني غصب عني وأنا ما بدي إياه، هاي حياتي وأنا حرة فيها، مستحيل أرجع له. عم تطلعي عن شوري يا بنت؟ ما عن شي بطلع عن شورك يا أبي، بس أختي معها حق، يعني هي مو على كيفه للباشا، إمتى ما بده بيقلعها وإمتى ما بده بيرجعها، نحن ناس عنا كرامة. ابن عمي، اترك البنت بحالها، هاي حياتها، ما بكفيها اللي صار فيها. هلا أنتوا بتعرفوا حقكم هاد، لوين ممكن يوصلكم؟ لوين بده يوصلنا يعني؟ ليكا الأرض وقلعتنا منا، شو لسا بقي؟ يلي عندي قلته. استني يا رئيفة، استني حيوتي، لا تروحي خلاص، أنا مستعد نفذ كل اللي بدك إياه، بس المهم ترجعي لي، إيه؟ أنا بحبك يا رئيفة ولو. احكي لك كلمة عمي ابن جلي، احكي لك كلمة مرت عمي ابن جلي، يعني والله خربان البيت مو حلو. برجع بس بشرط. أنا مستعد نفذ كل شروطك، بس المهم ترجعي لي، إيه؟ اول شيء بدي احبل وجيب ولد. إيه معلوم، هذا حقك، لازم تحبلي وجيبي توم صبيان كمان. ثاني شيء بدي ضل ساكنه هون بالارض عند اهلي. شو عليه؟ هون احسن لك، احسن ما تقعدي بين اربع حيطان ويدي خليك، معك حق، معهم تنبسطي اكثر. ثالث شيء بدي نقد جديد وملبوس بدن جديد. بتأمري امر غيره، المهم بس ترجعي لي. معناها روح لعند الشيخ مشان نكتب الكتاب. فريرة، رح اروح لعند الشيخ وجيب كمان حلوان الصلحة معي، ما رح اطول عليكم. يلا خطط. مع السلامة. سبحان مغير الأحوال. لك مشان الله، لك حدا يفهمني شو صاير للباشا؟ مشان تعرف يا بي، نحن مو بنات إقلال، نحن بنات أبو نجلة. طبعا. وأم نجلة. أيوة. نعم والله. تقبر قلبي يا عز وشو رجال، الله لا يحرمني منك. يا لطيف يا فريال، شو جقر
حاولت اقنعه يفتح الصندوق عبس ما كان يرضى. وليش ما عم يرضى؟ قال ابوه الله يرحمه موصيه وصيه والا بيغضب عليه، ما بيفتح الصندوق لحتى يجي الصبي. يا الله عقله شو صعب، معقول لهالدرجه بيكره البنات؟ ايه، وابوه هيك كان مثله، كمان بيكره البنات. ما الثاني اجا كوشه بنات، بعدين الله اكرمه بابو زهدي تقبريني. وشو العمل هلا؟ شو العمل؟ بدي ضل ورا، ضل ورا لحتى فتحوا الصندوق واعرف شو في بقلبه. على كل حال افتكار رحتلك، ان شاء الله بتجيب الصبي وبنخلص. ان شاء الله يا رب، صرت بتمنى. ليه سكرت لي الدكان يا باشا؟ مو بس الدكان، وبدي اعوذ لك كمان من حلاقه العساكر والمساجين. اوف، شو عامل لحتى تسكر لي الدكان وتعزلني من الحلاقه يا باشا؟ شو عامل؟ لسببين. وشو السبب الاول يا باشا؟ السبب الاول انت ليش بدك تتجوز على مرتك؟ لك مو عيب عليك؟ مو عيب عليك؟ وانت شو عرفك يا باشا؟ شو عرفني؟ ولك انا بعرف كل شيء بصير بالحاره. سمعان؟ لك الدبانه اذا بدها تفوت على الحاره بدها تاخذ الاذن مني، لكان؟ يعني لا تؤاخذني باشا، بشو انا غلطت؟ لكان بتروح بتخطب بنت من بنات الشاويش اللي هي قد اولادك؟ لك يا عيب شكم عليك، يا عيب شكم عليك. وهي انت كنت بدك تتجوز بنت الشاويش ورفضوا يجوزوك اياها؟ احترم حالك ابو شاكور، هو ما رفض، انا اللي غيرت رايي، لكان؟ المهم كنت بدك تتجوز يا باشا، وين العيب؟ ولك انا واحد عزابي، بدي مين يخدمني؟ وانا طول الفتره هي محافظ على ذكرك مرحومه. انا مو مثلك، شنو صار معك شويه مصاري صرت بدك تتجوز على مرتك ونسيت انه هذا الشيء وقفت معك وتحبلت يا قليل الاصل والوجدان؟ خلاص خلاص يا باشا، التوبه، بوعدك انه ما عاد فكر اتجوز عليها ابدا. حط ايدك على شواربك لشو؟ وها هي حطيت ايدي على شواربي. حلو كثير، هي خلصنا هلا من السبب الاول. شو السبب الثاني يا باشا؟ انا بس بدي افهم، انت ليش معارض جوازتي من بنتك شكريه؟ ولا انا مالي قد المقام؟ انا يا باشا معارض؟ اصلا الله وكيلك ما عندي علم انه انت بدك تتجوز بنتي. معلوم، لانك رجل كرسي بالبيت. انا سيدي؟ اسمع ابو شكور، انا بدي اتجوز بنتك على سنه الله ورسوله. بقى شو قلت؟ موافق ولا لا؟ موافق يا باشا موافق، شو بدي احسن من هيك؟ حلو كثير حلو كثير، طالما هيك يوم الخميس الجاي تفضل تفضل ارتاح، نكتب الكتاب والعرس سوا. هيك بهالسرعة يا باشا؟ ليش انت ما بدك تفتح الدكان وتحلق للعساكر والمساجين يا ابو شاكور؟ معلوم يا باشا معلوم، لكن يوم الخميس كتب الكتاب والعرس مع بعض بنساويه. عظيم، خلينا نقرا الفاتحة على نية القبول، وانت بترجع بتفتح الدكان بيرجع كل شيء مثل ما كان. يخلينا ياك يا باشا، يخلينا ياك يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الف مبروك يا باشا، الله يخلينا ياك، شرف كبير لي انه انت تتجوز بنتي. والله شو بدي اقول لك، ما بعرف يا حكمات. قال شو؟ دافعين له حق نص البيت 40 ذهبي، يا بشتري له البيت يا بطلع منه. وحقك انت وين فكري؟ ما بكفي حاطط ايده على الدكاكين والحمام، بده يطلعنا من البيت اللي نحن عايشين فيه. حقي ما بسترجي طالب فيه لحتى يجيني الصبي. ايوه، شو يعني هذا الحكي؟ يعني لازم نتقلع وينخرب بيتنا. ايه ما فشرت عينه لاخوك، حكمة خانه ما بتصفى بالشارع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هلا بيت اخوك الشاويش كله رح يصير لنا. لك مو بس البيت، لسه حاطط عيني على القهوة كمان، بس بدي اياكي انت تشدي حيلك شوي. امرك ابن عمي. يا ويدا لك يا ويدا لي، ورثت اخي كلها الي. لا 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 وخلاك تفتح الدكانة؟ معلوم. ايوه، وليش كان زعلان منك؟ مين قال لك انه زعلان مني؟ كان اخذ على خاطره بس مني.
ليكون عرف انك بدك تتجوز على امي. لا قلت له كنت عم امزح معه، بعدين انا من كل عقلك صدقت انه بدي اتجوز على امه؟ ليش انا بلاقي احسن من امه؟ والله انا قلت لحالي يعني مشان هيك قلت لها لامي انه انت كنت عم تمزح معها. مزبوط انا كنت عم بمزح معها، بس يا بي قريت تخفف لي هالمزحات لانها غلاص غلاص خلاص. ولا زين كلامك، بعدين الباشا طلب ايد شكريه مني. شو؟ مثل ما سمعت، الباشا بذات نفسه طلب ايد شكريه مني. شكريه اختي بده يتجوزها الباشا؟ معلوم. وانت وافقت؟ معلوم وافقت. لك يا غشيم، حدا بيصح له باشا يطلب ايد بنته بيقول لا؟ يلا حيو الباشا، والله حلو كتير. مو بس هيك، مو بس هيك يا شكور، قررت انه الخطبة وكتب الكتاب والدخلة مع بعض يوم الخميس. هي شو عليه؟ شو عليه؟ فراح شو مشان نلحق نوصل على البيت قبل المغرب؟ بس ما بدك تروحي عند وصال خانه؟ يو شو بدنا نروح نساوي عند منه؟ مو لازم نروح نتشكرها، هيك قالت خالتك ام تحسين. طيب يلا معناته منروح بنمرق بنتشكرها وبنضل رايحين على البيت. وتطمني امك ما رح تحكي شيء اذا رحنا تشكرناها. ايه هو هيك بسرعه لانه امك ما رح يهدى لها بال قبل ما نرجع. يلا يلا اختي يلا. الله لا يوفقه ان شاء الله. بده يطالعنا من البيت؟ لك شو هالاخ هاد؟ يلا ما في شيء غريب، هذا ابو فارس طول عمره هيك، بلها موتي وما بحب غير حاله. يا على قامتي، من وين ابن عمي بده يجيب 40 ذهبه؟ من وين؟ رح نعطيه الذهبات اللي طلعناهم من المشربيه. بس الذهبات كلهم 24 ذهبة، يعني لسه في 16 ذهبة. لك يا حبيبتي بنعطيه ال 24 ذهبة وبنقول له معلش طول بالك علينا شوي. إذا بنموت ونعيش ما بنقدر نأمن 16 ذهبة، شو عم تحكي أنتِ؟ لك شو بكي فريال؟ بركض أن افتكار جابت صبي، ساعتها بيرجع لنا كل شيء، البيت والذهبات والأرض. وبركض أن جابت بنت مثلي ومثلي. لا تتشائمي مثل البومة فريال، قولي يا رب. يا رب. طيب ليكي شو بدك تقولي لابن عمي؟ من وين جبت الذهبات؟ بدي اقول له، شو بدي اقول له؟ مثل هذيك المره قول له اخذته من خالي. ايه الله يخلي لنا خالك. ايه وين الذهبات هلا؟ بالخزانه. اسمعي انت وياها، ايش كان حابين تشتغلوا عند حريم الشاويش وتتعلموا الخياطة والتزيين وتصيروا أحسن من فريال وافتكار وتصير سمعتكم بين الحارات كلياتها؟ لا أيوه، شو بين الحارات والحارات التانية كمان. يا ريت يا خانم يا ريت. إيه والله والله هذا الشيء اللي منتمناه أنا وأختي. معناتها إذا بدكم تشتغلوا وتاخدوا إجرة منيحة بتعملوا يلي بقلكن عليه، وإلا رح تخسروا كل شيء. لا دخيلك يا خانم، ايدي بزناري مثل ما بدك بيصير. اسمعي انت وياها، والشي اللي بدي لكم اياه ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. لا يوم اعوذ بالله ما حدا رح يدرى فيه بالمدى. في ورقتين ببيت الشاويش، بدي اياكم تجيبوا لي اياهم وتجوا لعندي. ورقتين شو خانم؟ رح اقلكم حكومتي. وشلون بدك تدبري المصاري لحتى تعطيهم لاخي فارس؟ تقبرني رح باخذهم من خالي ابو رشيد. معقوله؟ يعني بيقبل خالك ابو رشيد يديني 40 ذهبه؟ يعني اذا بيعطينا شيء 24 ذهبه بيكون منيح. يا ريت يا حكمه، يا ريت. والله بهالحاله تكوني فضلتي على راسي. لا تقبرني، فضلي على حالي حتى تعرف قيمه مرتك حكمه خانم بنت الحسب والنسب. والله بعرف، والله بعرف غلاوتها عندي والنعم منك اخت رجال وبتبيض الوش وبترفعي الراس. الله يخلي لي اياك يا رب، تقبرني ان شاء الله. والله فضلي على حالي ومالي فضل عليك، وكمان هذا ابو فارس لسه بدي شله عيونه بتنتين، وانا حكمت بكره بتشوف. اخ الله يشهد اني مشتاق على صبي ومنك انت، وساعتها لا ارجيهم لهدول كلياتهم شو بدي اسوي فيهم. ان شاء الله تقبرني ان شاء الله. نقوم ننام. ننام. يلا. بدك يانا نسرق يا خانو؟ هاي مو اسمها سرقة. بس يا خانو انت بدك يانا انا واختي ناخذ الوراق من دون ما حدا يدرى؟ هاي الوراق من حق
حقه لجوزي وهن سرقوها من عنا. بس يا خانو خاف اذا حسوا علينا انا واختي يقلعونا وننفتح بين الحارات. انتوا جيبوا لي الاوراق وراح اعطيكم ذهبي بحالها. ذهبي؟ حلال زلال، يعني اذا رح تشتغلوا 10 سنين ما رح تقدروا تطالعوا نص ذهبي. بقى شو قلتي؟ يعني خانم هاي الورقه وين بدنا نلاقيها؟ بعتقد انه بغرفتها لحكمت. بقى بتجيبوا لي اياها وبتاخذوا الذهبي. شو قلتوا؟ بصراحه يا خانم يعني بقى فكروا وردوا لي خبر. إيه نحن بأمرك يا خانم. إيه والله والله نحن من إيدك هي لإيدك هي، واللي أنت بتفصلي نحن بنلبسه. اسمعي أنت وياها، حسك عينك حدا يعرف بالشي اللي أنا قلت لكم إياه، وإلا رح أخرب بيتكم أنتوا الاثنين. لا أعوذ بالله أعوذ بالله، إن شاء الله بروح فرم أنا وأختي إذا حكينا، حفرنا هون وطمرنا هون. والله إنك قصير وابن قصير، وما بنخاف منك. شن وعدت وصدقت. المهم ينفذ لك كل طلباتها. لكن نفذ لك كل طلباتها حتى قبل ما يكتب كتابه عليا. ايه كثير منيح، الله يجعل التمام على خير، قسما بالله فرحت لها من كل قلبي. ايه لولاك ما كانت رجعت لك. كرمال عين تكرم مرجل. انت واهلي كثير عزيزين على قلبي. الله لا يحرمني منك. عزو يعني ما بدك تقلي شلون اقتنع الباشا يعمل كل هاد؟ هلا هي قصة طويلة بعدين بحكي لك اياها، بس المهم عقبال ما تكمل فرحتنا مع بعض. عزو، امتى هذا الشيء رح يصير؟ بإذن الله مو مطولين، كلها كم يوم ورح اجي اطلبك من ابوك، وبعدها رح نعمل عرس مطنطة، اعزم فيه كل العالم، بدنا نغني ونرقص للصبح، بدنا نغسل قلوبنا ونرجع بيضة مثل ما كان. طول عمرنا هيك عايشين، وطول عمرها حارتنا كلها عزي وكرم. بإذن الله الأيام اللي جاية رح تكون أحلى. هذا اليوم رح يكون أحلى يوم بحياتي. عمي أنت بتعرف إنه أنا مالي رضيان بنوب على الشيء اللي عم يساوي أخوك فارس، مالي رضيان أبدا. والله يا صهري كل واحد بيعمل بأصله. والله عم تحكي مزبوط يا حماتي، إذا جيت علي أنا ايه بدي اقبض عليه واعمل له اللازم، بس المشكلة انه الكلام اللي عم يحكيه قانونا ما له حق فيه. ايه لا حقه ولا شيء صهري، بس هو يستغل قصة الوصية لحتى يلهف كل شيء، ما بكفي حط ايده على الحمام والدكاكين والملكانات، كمان بده يشلحنا البيت اللي ساترنا، العمى بقلبه. الضربة اللي تخلع الرقبة شيتو، عم يطلع ببالي روح اشحطه على الكراكون واعمل له اللازم. لك معقولة لكان يزعل حماتي وكرمال عيون فتحية أنا هلأ هلأ رايح أشحطه ويزده بالكراكون؟ لك عود كل شي حكيت معك كلمتين فوراً اتنبرت، بعدين أنا رسلنا فارس أخي أنا بحل مشكلت معه، أنت ما دخلك. لكان عمي فكري ما بصير أنا أقعد هيك مكتوف الإيدين، يعني معي هالقرشين هدول، فضل يا ريت تقبلهم مني. شو هدول نشأت صهري؟ عمي فكري هدول كم قرش انا كنت مصمده مشان جهاز فتحيه، عمل لك يا ريت تقبله مني يعني بحسب تسند خابيه. لا يا صهري بدك تعطينا مصاري جهاز فتحيه؟ والله يا مرت عمي في شيء اهم مو هيك فتحيه؟ مزبوط كلامك ابن عمي، تقبر قلبي شو منشب. لك انا بعجبك. رجع مصرياتك لجيبتك صهري، انا رح اطلب من خالي ابو رشيد وما بتخيل انه يخيبني، وعلى كل حال وقفتك هي ما بنسى لك اياها. ولو يا مرت عمي نحن صرنا اهل. اي والله واعز لك. خلك تقبر قلبي، الرجال بتبين وقت الزنقات، الله حيو. لك يوبشني انا. هشا خليك معي. معقول وصال خانم تطلب منكم تسرقوا؟ والله هذا اللي صار لك اختي. شو اختي؟ شو لازم نساوي؟ طبعا لازم ترفضوا، نحن القرش الحلال دوبه عم يمشي معنا، بقى كيف القرش الحرام؟ ولك هي ذهبي. ذهبي؟ بتعرفوا شو يعني ذهبي؟ اي يعني بعمرنا ما رح نهتز حدا. بس هاد مال حرام لك اختي، وابوك الله يرحمه كان معيشنا بالحلال، وامك اذا دريت ما رح ترضى بنوب بنوب. اي والله الحكي اللي عم تحكي سهام مزبوط لك اختي، واذا طلعنا من الشغل ورجعنا نشتغل بيوت العالم ونسمع كلام طالع ونازل هذا مانو حرام؟ بس يا صباح خلصنا بقى، من يوم ما توفى ابوكم ونحن قاعدين عم نخدم ونشتغل عند العالم ونسمع كلام طالع ونازل، لحدا دق علينا الباب وعطانا شقفه قماش نستر حالنا فيها، ولحدا جاب لنا شقفه خبزه ناكلها،
وهذا أخوكم عزو مثل ما لكم شايفين، إيه ما له طعم منه. بس يا أختي هي سرقة. لا حبيبتي ما لها سرقة، وصال خانم قالت لي إنه الورق من حقها، وعلى كل يعني نحن رح نرجع لها ياهم. وبركة ما كانوا من حقها أختي، تصطفل منها لربها. يا أختي يا أختي مو ناقصنا وجع راس. إيه والله والله ما تدرى أمك لتجيها الجلطة، يعني ما بكفيها مشاكل أخوك عزو؟ إيه والله ما رح نتبهدل ونتشرشح وتيجيها الجلطة أكثر من هيك. بعدين وينكم؟ اوعي تجيبوا سيرة لأمكم ها، وإنتي سيهام الله يرضى عليكي، اوعي تجيبي لها سيرة لأمك بنوب بنوب بنوب. هذا عمكم أبو فارس بده يطالعنا من بيت جدي، شو مفكر حاله؟ حبيبتي هذا مو شغل عمك، هذا شغل مرت عمك الحرباية اللي بتروح ليل نهار عم توز براسها مشان تطالعنا من البيت، ما بتحبنا ولا بتطينا ودائما هيك بتعمل معنا. حبيباتي كمان الحقها لأولادهم. وشو خص فارس وصبحي؟ خصهم لفارس الصبحي لانه هن مالهم اولاد صغار، واشكال رضيانين بالشي اللي عم بيساويه ابوهم، معناتها هن مثله ما بيختلفوا عنه بشي. بس فارس غير حبيبتي وصبحي غير. لا مالهم غير، ما هن وقت اللي عمك ومرت عمك عملوا كل هالعمايل بابوكي هن شو عملوا؟ انت وياها بتعرفي عزميه منيره معها عن جد لو بيحبونا ما كانوا رضيوا بهذا اللي عم يصير. وطلعت. ايوه شو بطلعت؟ حبيبتي المختار نصب علينا القهوة وسرق لنا المشربية، والمشربية فيها ورق لأبوكي. حبيبتي طلعت مثل أهله كمان، ما لازم نخلي العاطفة تتحكم فينا. معناها أنا من هاللحظة ما عاد بدي فارس. وأنا بالنسبة لإلي كرامتنا من كرامة أبونا، والله صبحي ما عاد له وجود بحياتي. لك حبيباتي نحن بنات الشاويش، ما عاد بده يزل أبونا. مظبوط. يلا ندبسوا ناموا عنا بكير شغل يلا بسرعة. شبك شبك يا مطول الوقت علينا، والله نعم عيوننا لسه على شك خرز وعلى طوي عبيد. اف ايه مزبوط حكي عزمية، ليك عيوننا كيف محولين، قديش هدول اميرة؟ ثمانية. والله شكيت وانتو لك شبكون، يلا ندبسوا ناموا لك عنا شغل يلا. عن جد يستحوا ماتوا يلا. حما الله يهديك يا ابني، ترجع عزو ابن ابو عزو يلي كل العالم كانت تفتخر فيه، وشوفك هيك مثل حكايته يا رب. والله يا ابني صرت اخجل امشي بالشارع انا قدام العالم. يا مو ما حدا منا معصوم على الغلط، انا الحمد لله الله رضي علي ورجعت عزو اللي بدك اياه، عندي رضاكي بالدنيا والله يقدرني وعوض لكم كل الايام اللي مضت وما خليكم تعتازوا حدا طول ما في نفس. صبحيه صباح الولي لازمكم شيء ناقصكم شيء، انا اخوكم ها لا تخجلوا. لا اخي لا سلامتك مو لازم نشي منه. ايه اخي سلامتك. قوم اتحمم يامو صارت المي سخنه. يا شو اختي كانه متغير. شلون يعني متغير؟ يعني هيك صاير لسانه يعني هيك حلس ملس. يه 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 امي على الغربه رجع حن قلبه على اهله. ايوه يا مو ايوه اول مره بيغيب عنا، يا ما غايب عنا شو رأي ما تغير هيك. قولي علينا شو ما عمل ما بيعجبكم. قومي قومي جهزي العشاء انت وياها. قومي. حاضر يا مو حاضر لا تعصبي قومي. بسيطة جبرتني على شيء أنا ما بدي إياه يا عزو. شو علي؟ بس لحتى أخذ الأوراق لخليك تندم على كل شيء عملته فيني. وانت يا رئيفي كمان عم تشوفي حالك علي؟ شو علي؟ إذا كان ما بذلك انت وأهلك ما بكون أنا الباشا. يعني رح تضل تغيب عنا أخي؟ لا اخي لا، بطلع الصباح لشغلي وبرجع عشيه صلرات. المهم تنام بالبيت، انه مبارح نزل حرامي على البيت. شو هالحكي هاد حدو؟ خلص حدو مو وقتها هلا. صباح مزبوط هذا الحكي اللي عم يحكيه؟ مزبوط يا مو مزبوط، مبارح نزل علينا حرامي بس شافته صباح وهرب من البيت. لك ليش ما اشتكيتوا للكركون؟ على القليله خبروا زكو. شلون بدنا نقول لزكو ايش كان هو الحرامي؟ زكو هو اللي نزل يسرقنا؟ ايه اخي ايه، انا شفته بعيني هي رح ياكلها الدود، كان بقطك وعم ينكد بغراضه. والله لا احسب الله ما خلق. يا مو الله يرضى عليك لا تروح، بكره بكره بتشتكي. يا مو انا باخذ حقي بايدي مشان الله. انا ما غير اهلا فيك.
ولك عجبك هيك؟ عجبك؟ الله يمضي هالليلة على خير يا رب. يا بي شلون هيك بتساوي مع عمي؟ شلون شو سويت انا يا ولد؟ شلون شو سويت يا بي؟ طلعته للزلمه هو وبناته ونسوانه برات البيت، بتقول لي شو سويت؟ هذا حق ابوكم يا ابني. يا يامو، ليش عمي ما له حق ببيت ابوه كمان؟ مثل ما هو ابوه لابي، كمان ابوه لعمي. يا سيدي ما له حق لحتى يجي صبي وخلفته كلها بنات. هذا الشيء من الله، ولنفرض انه هي وصيه جدي، بتقوم تقلعه من بيته؟ بيصير هالشيء يا بي؟ اي نعم، بقلعه وبدي زله هو وحريمه كمان. ليش يا بي؟ ليش كل هالكره حامله على عمي؟ ليش؟ بيضل اخوك وما لك غيره. جدك من يوم يومه كان يحب امه اكثر من امي، وكان يدللها اكثر من امي، وكنت شوف هالشيء واسمعه وانا احصر بقلبي. طيب يا ابي، ليش هيك كان عم يعمل جدي؟ لانه امه كانت تكرهها لامي، وضلت تزن براس جدك لحتى صار يكرهها لامي. طيب لنفرض هذا الحكي مزبوط، والخلاف بين امك وامه هو اسالك بشيء؟ يا سيدي دخلوا ونص، عم بقول لك حتى جدك كان يحبه اكثر مني، ومع انه هو خلفته بنات وانا خلفتي كلها صبيان. بس يا يابي خلصنا بقى انت وياه، يعني بدكم تحبوا عمكم اكثر مني؟ بدكم تعملوا مثل جدكم؟ لا يا ابي مو هيك الموضوع، بس سيره عمكم ما بتفتحوا قدام بنوب، واذا بتفكروا ببناته او بدكم تدافعوا عنه بغضب عليكم دنيا واخره. يا خوفي يا امي، تكوني عم تساوي نفس اللي كانت تساوي ستي مع ابي وتحرضيه على اخوه. زكو زكو افتح لك حريم، افتح. بابا تفتح مو هيك؟ شو علي؟ وين بدك تروح مني؟ الباشا بذات نفسه؟ ايه الباشا طلب ايده لشكرية، ويوم الخميس كتب كتابه عليها والعرس. اوف، وليش هالسرعة؟ مو هنن اللي مستعجلين، الباشا هو المستعجل. والله وطلع على حظ هالبنت ام شكور. شايفة يا مو شايفة؟ ولي على حظي مو مثلي انا، ابن صاحب الحمام واستكتر حاله علي. فشر تقبري اليامو وحياة عيونك الحلوين، ليجيكي حظ احسن من حظة لهالمقوصة. شو يعني رح يجيها الوالي؟ يو شبنا ام تحسين، خليكي محضر خير. انتي بس هيك يعني عملي لي جهدة وشوفي لي عريس لقطة لزهرية. ايه بإذن الله، بإذن الله رح جبنا عريس غير شكل، وخلي كل بنات الحارة تحسد عليه. وخصوصا ها أبو فارس وأم فارس يلي عيونهم بيحسدوا حسد، ويلي ما بيتمنوا الخير لحدا. دخيلة، يلي ما في خير لأهله وما في خير لحدا، إذا أخوها أخوه من لحمه ودمه نصب عليه وشلحوا أملاكه. ما علينا، انتي بس اعملي اللي عم قلك عليه وأنا بكرمك، تعرفيني ما بقصر. من عيوني مسيك تقبرني. هاي 24 ذهب بتزدت له ياهم بخلقته لأخوك وبترجع. شو بدي له مشان باقي المبلغ؟ قله يطول باله علينا شهر شهرين لبين ما تلد افتكار. شبه شو صاير عليه؟ منشوف شو بيصير معنا. بركدة ما وافق فكري؟ مو على كيفه، بتزدت له ياهم قدام سهرك بالكراكون، وبتخليه يوقع لك على سند. لا تنسى. ما راح انسى، وانا رايح اشوفه هلا. بس بدي لك شغله. اللي انت بنت اصل، والمعدن الاصلي ما بيبين الا على محك، يخلي لي اياك حكمات. تقبرني، طيبون للطيبات. السلام عليكم. الله معك. تقبرني. ماشي ابو فارس، ماشي انت ومرتك وصال، انا بفرجيكم. شو بتقصد بكلامك ولا عزو؟ انت فهمان قصدي منيح، مو انت اللي قلت له لزكو ينزل على بيتي ويسرق الاوراق ويجيب لك ياهو؟ هذا الكلام ما له اصل نوب، انا لا شفت زكو ولا صار هالشيء. بعدين انا نفذت كل طلباتك. وين الاوراق؟ ليش ما جبت لي ياهن؟ الاوراق مو معي. لكن وينو؟ وين راحوا؟ ها؟ مثل ما سمعت، زكو نزل اول امبارح لعندي على البيت وفات على غرفتي وسرق الاوراق.
مين منه اللي صادق ومين منه اللي كذاب؟ شو طلع معك بشار؟ الحكي اللي عم تقوله ما عندي خبر فيه بنور. بعدين هيك بدك اكون قدامك، روح اشتكي، انا ما بهمني. شو علي؟ انا بعرف شلون بدي اخذ حقي من هالواطي. وانا كمان بهمني يوصلني حقي. قال لي انه رح يرجع يشتغل بالارض. معقول ترك الشغل وغير اعله؟ لا، ما بظن عزو يعمل هالشي الا ما يرجع. هو وعدني، وعزو اذا وعد وفي. رجال ولا كل الرجال. يقبر قلبي. تفضل اخي. شو هاد لون حضرت الشاويش؟ هدول 24 ذهبي من حق نص البيت. من وين جبتهم؟ هلا شو دخلك انت يا ابو فارس؟ انت بدك العنب ولا بدك تخانق المعطوب؟ بس المبلغ ناقص، نحن اتفقنا على 40 ذهبي. انت قلت بدك حق البيت 80 ذهبي. هيك المختار دفع لي. لحظة اخي، اسمعني شوي الله يرضى عليك. يا اما بتاخذ هدول الذهبات وبتنتظر علي شوية لحتى يسر أموري، يا أما. يا أما شو يعني؟ يا أما منبيع البيت بالمزاد العلني عن طريق العادية، وشو بيطلع حقه؟ تاخد نص حق البيت. بس المختار دفع لي يا جماعة. أنا شو خصني بالمختار؟ بركة دام اتفق أنت وياه علي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقديش يعني بدي أصبر عليك؟ قديش؟ شهر ونص. لا، شهر ونص كتير. أنا راح أصبر عليك 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع بده يكون المبلغ كامل معي. لا بدك طول بالك أبو فارس، بدك تصبر عليه شهر. ماشي الحال نشأت أفندي، تكرم عينك، من شان خاطرك راح أصبر عليه شهر، بس بنهاية الشهر بيكون مبلغ كامل معي، وإلا بتصير القهوة والبيت ملكي أنا. شو هاد شو هاد؟ لك شو عم تخبص أنت؟ شو دخل القهوة بالناس؟ ليش القهوة؟ مو من ورثة المرحوم أبي الله يرحمه؟ بلا، بس سجلها باسمي. بس ما في شيء يثبت إنها مسجلة باسمك. لا، في أبو فارس، في الورقة اللي عطيته إياها للمختار مكتوب فيها كل هذا الشيء. بس أنا لهلأ ما شفت شيء من يلي عم تقولوه. عم تكذبني يا أبو فارس؟ حاشاك حضرت اليوز باشي، حاشاك. بس من حقي أنا إني شوفها. لك يا أخي، هذا المختار لما تنازل لي عن القهوة أم راح خزق الورقة؟ بدك ما تواخذني أخي بهالحالة هاي، معناتها إلي مثل ما إلك بالقهوة، ومن هون لشهر إذا ما أمنت لي المبلغ كامل رح أخذ البيت ونص القهوة كمان. فهمت؟ هذا حقي، حقي بالشرع والقانون. فهمت حبيبي؟ ماشي يا أخي ماشي، من هون لشهر بصير خير. السلام عليكم. السلام. لك يخرب بيته، شو صاير يا فارس؟ عم تسمع لك صهري؟ معقول بده يشلحني القهوة كمان؟ هذا أخوك واحد ما بيخاف الله، يعني شلون أبوك خلف هيك دخل في ما يعرفك؟ الله يرحمك يا أبي، لو تجي وتشوف زيد شو عم يساوي فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدي مش الحال. شلون يعني؟ دفع لك حرس البيت؟ دفع لي 24 ذهبي وباقي لي معه 16 ذهبي. شيء 24 ذهبي؟ ومن له الذهب اخوه؟ والله ما بعرف، ما قال لي. بس على الاغلب حرمته يمكن متدينته من خال ابو رشيد. شو هالحكي يا ابو رشيد؟ كل عمره كحتي. بس الحبا شو؟ هذيك المره دينوا 20 ذهبي، هلا عم تقول لي دينوا 24 ذهبي. شو هالكرم الحاتمي؟ صدقني انا مثل منك محتار، شو اللي غيره لابو رشيد ماني عارفه.
معناتها هذول هن الذهبات اللي بالمشربية، مو جايب شي من عنده ولا من عند ابو رشيد. بس ليش لهلا فكري افندي ما جاب سيرة الاوراق؟ خير مختار، وين صافي؟ لسه عطيون ما في شي. على شو اتفقتوا؟ يا سيدي اتفقنا على انه اذا كان دفعت له انا هالشي. ليه؟ شو كنتي عم تعملي بغرفتي؟ انا كنت عم نيم الصغار الله يخليهم. والله ونيمتي يلا الصغار تبريني؟ ايه نيمتهم ان شاء الله. روحي روحي على شفتك. روحي امرك يا عمي. وينكم انتوا التنتين؟ ليش تاخرتوا على خالتي؟ انا زخم. فتحيه هدول التنتين بس كون انا برات البيت بتراقبي لي اياهم كثير منيح. بامرك يا مو. شو سلمتي البضاعه لخالي؟ ايه سلمتها، وبعد الظهر حيبعت لي الطلبيه مع الصانع. روحي انت على شغلك، روحي عم تاخذي وتعطي معي. روحي. لا بتحكي ولا سكو اللي حكى كلام ولا لا بدك تحترق. احكي ولا سكو احكي ولا. الله الله يخليك يا سيدي، ما شاء الله يخليك. خليك عف عني، خليك يتركني. بالله شو ما راح خليه يتركك لحتى تقلي الاوراق اللي سرقتها من بيت عزو وينهن؟ اخي لك خليه عف عني. اخي لك الله يخليك الله يوفقك. ولك بدك تترك ولا؟ يقول الدين الله أكيلك بتنزل البيت وضعوضة غربة غربة ما لقيت شي يا سيدي الباشا. هات الرزق راح الفلاك. قالوا له للحرام يحلف يمين، قالوا له إجاني الفرج والله. احكي له احتكم احترم ولم لا أكيلك بوس إيدك بوس رجلك إلا هل عمي رح أحكي رح أحكي. تركه يا سيدي الباشا، لك انا طول عمري متعود على احسانك وانه انت بتوقف جنب مني وبتساعدني. بعدين انا شو بدي بهي الورقه؟ شو بدي اعمل فيها لحتى اخليها عندي؟ انا كل همي اخذ الخمس ذهبات واطلع من الحاره. يعني الورقه مو معك؟ لك ليكون عاطيها للمختار. هالأيام أحلى بيضل هاليوم.
ياسمين ما بينا. هيدا ملبك ومهموم وهيدا عاشق ومغروم، هيدا كل يوم بيوم بيألف كلام. قصص وعلقان بهالدنيا نبكي سنة مضحك سنة، واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا. من عيش عغدر ووفا مع نور ضوى وانطفى، ما حدا من همه اكتفى والخير لقدام. محتار كيف بعيد